خبر حلو، خبر كتير حلو. خبرنا الحلو لليوم بيقول بتقدم دراسة جديدة مزيد من الطمأنينة بأن الأمهات المصابات بسارس كوفيد يمكنهم إرضاع أطفالهم بأمان. ووجدت الدراسة اللي أجريت على 55 رضيع ولدوا لأمهات مصابات بكوفيد 19 إنه أي منهم لم يصب بالفيروس، على الرغم من إنه معظمهم بدأوا يحصلوا على حليب الثدي في المستشفى. وقال الباحثون إنه النتائج بتدعم النصائح الحالية من سلطات الصحة العامة. وفي العام الماضي قالت منظمة الصحة العالمية إنه الأمهات المصابات بكوفيد 19 المشتبه بها أو المؤكدة يمكنهم مواصلة الرضاعة الطبيعية. خبر حلو، خبر كتير حلو. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM. احنا اذاعه